في تراجيدي، في رعب، في تشويق، في كوميدي، في غناء، طقاقات ونغنون لايف في العرس، يعني فعلت الأغاني فعلتها يعني. ما في سحر بعد؟ ما في من هالأنواع هذه، لا هاي لما نخليها الحضور يحضر ويشوف أكثر يعني كتشويق. دهب يصير طقية طقاقة بضمير زيدي على هذا المصير. طبعا عمل الطقاقة عمل فريد من نوعه بالنسبة لي، يعني اليوم أنا في مكان بين الكوميدي بين الدراما بين الرعب، فأنا الرعب أول مرة أشتغل على المسرح مثل هكذا نوع من الأعمال، يعني بين العمل الأكاديمي بين العمل الشعبي بين العمل الكوميك بين الدراما، فأربع أشياء مجموعة في عمل واحد. طقية طقاقة ضمير زيدي على هذا المصير واللي تبونه يا سيادة بيصير. اليوم أنا دوري في المسرحية أم سعود، نعم، وأصير أنا أم العروس، ونفس الوقت بالقصة نفسها في سردها راح تكتشفوني أنا أصلاً يعني يمكن أكون أمها يمكن ما أكون أمها. دوري أنا ما يحتم علي أني أنا أغني بحكم شخصية أم سعود، فما راح تقدر تغني إلا إذا طقطقت كذي معاهم بعدين لما تطفرهم ممكن تغني كذي مقطع، ولكن ما أقدر أغني بحكم الشخصية. عمل الطقاقة هو يجمع بين الكوميديا وبين الرعب، والمألوف طبعا بين الناس أنه دائما في مسار تجمع بين الرعب بين الكوميديا بين المواقف بين هالأمور هذه، لكن عمل الطقاقة قاعد يناقش أكثر من قضية عن طريق الطقاقة، فهذا اللي وايد شدني بالنص، خصوصا الدور اللي موكل لي وايد عاجبني وايد يعني مفاجأة. أستاذة زهرة وأستاذة ميس وأستاذ محمد، يعني أنا مستمتع وأنا أشتغل معهم، أنا ما قاعد أقول لك أن أنا مثلا في ساعات لما أنت تشتغل إنزين قاعد تشتغل تأدي عمل حلو، بس هني لا أنت قاعد تستمتع وأنت قاعد تأدي العمل، فبإذن الله ومكملين يعني حتى خارج الكويت، هذا لكم أنتم. طقية طقاقة بضمير زيدي على هذا المصير واللي تبونه يا سيادة بيصير.